مشاركين في الامر بالنسبه لحياه كريمه، سواء بناء مدارس او او ان احنا نعيد الهيكله بتاعت المدرسه. انما برضه كان قبل كده في شغلنا الاساسي كان موضوع التعليم مرحله ابتدائي واعدادي، كنا عاملين بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق شوي ونزلنا فعلا مدارس، يمكن كشفنا في الترم الاولاني ده على اكثر من 15 طفل كان مش عيونه بس، عيونه انيميا وسكر، لان موضوع الانيميا كان يعني مسبب مشاكل شويه في موضوع الاطفال. من برضه الطفل لو انت حضرتك ما اهتمتش بيه موضوع الصحه ده، في الاخر هو يبقى فيه بعد كده تسريب من التعليم. يمكن حتى بدينا نحصل موضوع الغياب الحضور والانصراف قبل وبعد، لقينا لما حضرتك عملت له عمليه عيون او لما لبست له النضاره او لما شفت بديله ادويه الانيميا واحنا موجودين معايا طبعا فريق كبير بدأ يروحوا بدأ المدرسة. لان حتى التنمر بيجي من هنا، ان حد بيتريق عليه عشان عنده حول، ان هو مش عنده، هو مش عنده بعض المشاكل. هو ذكي بس هو للاسف عايز تغذيه، هو عنده سوء تغذيه. فكل ده لما بنهتم بيه بيبدا ان هو يبدا يهضل تاني. يعني اللي عملتوه فرق طبعا. وطبعا يعني تسمح لي حضرتك يعني اشكر شركاء النجاح في الموضوع ده بالذات، كان معانا بنك محترم، بنك مصر المتحد وبنك مصر، ويمكن برضه مؤسسه محمد ابو العنين شركتنا في العمليات بالذات عمليات القرنيات، لان موضوع القرنيه ده موضوع طبعا مكلف وكبير. فاحنا بنشكره لانه عمل معانا 100 عمليه قرنيه. فطبعا شركاء 100 عمليه. وهو لسه مكمل بصراحه معانا في موضوع القرنيات. فطبعا موضوع الـ التعليم ده مهم جدا، بالذات كمان انا بقول المرحله الابتدائيه واعدادي، لان هي المرحله اللي عليها الاساس يعني. فان شاء الله طبعا برضه مكملين في مبادره حياه كريمه بالنسبه لموضوع ان احنا نقدر لو هنجيب مدرسه. حضرتك بتقول القرنيه غاليه اكتر حاجه في العيون تحديدا. هي اولا عمليه خطر ومكلفه جدا ومش اي حد يقدر يعملها. والحمد لله احنا عندنا دكاتره هنا، انا بعتبر ان هم دكاتره عيون من اكبر الدكاتره الموجودين في العالم. لان عن تجربه انا لحد دلوقتي، يمكن انا مؤسسه حديثه بقالي سنتين بس، انما قدرت اعمل لحد دلوقتي حوالي 200 قرنيه. القرنيه حضرتك لو شخص عادي رايح يعمل قرنيه ممكن توصل لحد 100,000 جنيه. انما بالنسبه للمؤسسات والجامعات عن طريق مناقصه وممارسات بتتكلف ما يقرب من 30 ل 35,000. برضه المواطن اللي الفقير او المحتاج ما يقدرش يعملها. فالحمد لله احنا عاملين فيها شغل كبير جدا، وبرضه مع بيت الزكاه والصدقات ومؤسسه ابو العنين. فالحمد لله احنا مستمرين في الشغل ده، وبرضه عن طريق برنامج حضرتك انا اسمح لي اقول الخط الساخن 15101 لاي حد برضه محتاج عمليه عيون او عمليه قلب او زواج يتيمات او اعمار قرى او توصيلات ميه. كل الشغل بتاعنا اللي احنا بنقدر نقدمه ان شاء الله هنقدر نقدمه لكل المواطنين في كل محافظات مصر يعني.